يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور سالم علي الكندري حياك الله معنا. الله يحييك ان شاء الله ونتشرف نكون معكم. الله يسلمك يزيدنا شرف دكتور. دكتور حضرتك استشاري في الطب الطبيعي والتاهيل، هذا التخصص دكتور تكلمنا يمكن في حلقات سابقه عن الكثير من المفاصل والالام والمشكلات الصحيه، لكن اليوم نتكلم عن في اعتقادي الشخصي من اكثر الاصابات او الالام اللي تصادف الإنسان. دكتور نبي نتكلم اليوم عن آلام أسفل الظهر، أعتقد أعراضها كثيرة ومشكلات وايد متصلة في هذا الجزء من الجسم. كلمني عن آلام أسفل الظهر دكتور. آلام أسفل الظهر هي من أكثر الأمراض شيوعاً اللي يسعى فيها المريض، يمكن لا تكاد تجد شخص ما يحوشه بمرحلة من مراحل عمره صحيح. آلام في أسفل الظهر، آلام لها عدة أسباب طبعاً حسب الحالة المرضية وحسب الفئة العمرية، طبعا تختلف سواء بالاطفال في الكبار او الشباب وكبار السن، تختلف بين الرجال وبين النساء لعده اسباب وامراض يتم تحديدها على حسب الحاله المرضيه. نعم. طبعا الام مزعجه وتكون مؤذيه للمريض، واكثر من 90، الخبر الزين فيه ان اكثر من 90% منها ان الام تكون بسبب اما اجهاد عضلي، بسبب آلام أو أمراض غير شديدة على المريض، لكن هناك عدة أسباب يتم طبعاً تحديدها بعد تشخيص المريض بهذا الآلام. ممتاز دكتور، هل الوضعيات الخاطئة المستمرة بشكل كبير لها علاقة في آلام أسفل الظهر؟ أكيد، يعني الوضعيات الخاطئة لها سبب مباشر في آلام الظهر، وقد تظهر هذه بعد فترة من العمر، يعني غالبا بعد 30 اللي نقول أنه بدأت عوامل الكبر بالسن، بعد سن 30 تظهر ضعف العضلات، وضعيات خاطئة، قصر العضلات، ديناميكية الحركة نفسها تؤدي إلى الآلام. الوضعيات الخاطئة هي سبب رئيسي أيضا في الآلام لأسفل الظهر. ممتاز دكتور، بالنسبة حق الجنسين، هل آلام أسفل الظهر موجودة عند الرجال أكثر من النساء، أو النساء مثلا هل عندهم عوامل الحمل هل لها تأثير أو ما لها علاقة بالجنسين؟ طبعا هو الآلام للجميع، زين، تحدث للجميع لأسباب مشتركة، لكن هناك فروقات بسيطة بسبب التكوين الجسماني سواء بين للنساء والرجال، فهناك تكوين جسماني نوعا ما مختلف، الحمل، آلام النسائية والأمراض النسائية قد تكون تؤدي إلى أسباب أمراض أخرى، وأيضا في الرجال والحركة والحياة اليومية استخدام سيارات وغيرها، وأيضا بالرجال مثلا الرياضات وبعض الرياضات خاصة الأندية الرياضية واستخدام وحمل الأثقال بطريقة قد تكون خاطئة تؤثر إلى وتسبب آلام الظهر. ممتاز دكتور، كونك تطرقت شوية إلى الرياضة دكتور، هل المشي أو الجري على أرض صلبة وخصوصا مع المتقدمين في السن دائما يعانون إذا مارسوا رياضة على الأرض صلبة ممكن تسبب لهم آلام في أسفل الظهر؟ طبعا الأرض الصلبة عبارة عن يعني وضع القدم على أرض يابسة لا تؤدي إلى نقل الحركة أو نقل الوزن، ويكون في إصابة مباشرة، تأثيره واستمراره وتكراره يؤدي إلى الآلام وإصابة للعمود الفقري. لكن استخدام مثلا أجهزة المشي التريدميل أو الجهاز المشي المعتاد يكون في سرعة ثابتة، يكون في المريض يضطر أن يمشي على حسب سرعة الجهاز. نعم. وليس العكس. نعم. بينما المشي في استخدام حذاء مناسب، مشي على أرض مسطحة بسرعات متفاوتة على حسب سرعة الشخص نفسه، فهذه تؤدي إلى أن يكون الإصابات وعرضة للآلام أقل من الأشخاص اللي يستخدمون الأجهزة الرياضية. ممتاز دكتور، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع دكتور سالم الكندري.
يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور سالم، تكلمنا قبل شوي عن آلام اسفل الظهر، هذه الآلام الكثيره اللي يمكن ما يخلو الشخص ما يعني تلازم مع هذه الآلام، وخصوصا لوضعيات مختلفه او اصابات مختلفه. لكن دكتور، لو بنتكلم ان انا مثلا قمت اعاني فتره طويله، دكتور ايش كثر اعاني لازم واتحمل آلام اسفل الظهر، وان خلاص بعد فتره معينه يجب علي اني انا اراجعكم في العياده؟ يعني ايش كثر المفروض الانسان يتحمل او يمشي ويتعايش مع هذا الالم، وبعدين لا وصل مرحله يجب علي انه يروح حق طبيب مختص ويبدا في مرحله علاجيه؟ طبعا الالام الظهر تنقسمها الى الام حاده وما بعد الحاده والمزمنه. الالام الحاده اللي نقول اسبوع الى 3 اسابيع، عاده هالمرحله الحاده في بدايتها الام الظهر تكون شديدة في أول يوم يومين، لكن تبدأ تدريجيا تخف. فالآلام الظهر الاعتيادية خلال أسبوع يتم يعني زوالها وشفائها، سواء بأدوية وسواء حتى ممكن تكون بإراحة الظهر. لكن في حال وصوله إلى المرحلة بعد الحادة والمزمنة، يلجأ المريض لمراجعة المختص. إذا كانت الآلام شديدة من البداية ومؤثر على الأعصاب، مثلا وجود خدار أو تنميل في جزء سفلي من الأقدام، أو في ضعف العضلات، عدم القدرة أو عدم القدرة على التبول بطريقة صحيحة، وجود طبعا فئات عمرية معينة وجود آلام الظهر فيها قد تكون بحاجة إلى عمل فحوصات أخرى دورية لتشخيص الحالة بعوامل أخرى. يعني مراجعة لآلام مزمنة شديدة، إذا كان هناك تأثير على الأعصاب أو الحبل الشوكي هناك تأثير، هني يرجع المراجع أنه يراجع المختص بهذا الموضوع. ممتاز. دكتور، راجعكم من العيادة مثلا، أول شيء اللي تسوونه أول ما الشخص يعاني من آلام في أسفل الظهر؟ أخذ التاريخ المرضي، فحص المريض، ومراجعة الفحوصات وطلب فحوصات في حال الحاجة لها، منها التخطيط، الأشعة العادية وأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، أو في بعض الأحيان تخطيط الأعصاب للرؤية إذا كان هناك تأثير على الأعصاب. فتشخيص المريض بالوسائل المساعدة، ومن ثم وضع الخطة العلاجية للمريض. ممتاز. دكتور، إذا كان هو يعاني نفس ما قلنا قبل شوي من أن الأرض الصلبة، إذا مارس رياضة المشي أو الجري، يعاني من آلام أسفل الظهر، شنو الحلول اللي تعطونا إياها دكتور؟ طبعا بداية تقوية العضلات، خاصة العضلات المخصصة لأسفل الظهر، من خلال برنامج تأهيلي رياضي. برنامج تأهيلي ممتاز، يعني موجه للمريض نفسه. ممتاز. يعني كل مريض يختلف في برنامجه على حسب قدرته وحركته ومدى مرونة العضلات والمفاصل وعمره طبعا وعمره. نعم. بالضبط بالضبط. وأيضا إطالة العضلات، يعني تمارين تقوية وتمارين إطالة، وأيضا تمارين مرونة لهذا المفصل مفاصل. بالضبط. نعم. بالضبط. وأيضا وصف الخطة العلاجية لاحقة له باستخدام طبعا عدة وسائل. إذا كان هناك آلام شديدة نلجأ لبعض الوسائل الفيزيائية، من استخدام الوسائل الكهربائية والسونار العلاجي الموجه، وأيضا في بعض الأحيان استخدام أجهزة الشد العمود الفقري أيضا لعلاج بعض الحالات في حال الحاجة لها، استخدام الليزر قد يكون كعلاج، عدة وسائل. ومن ثم في حال استمرار ووجود عدة مثلا التهاب في مفاصل، هناك إبر وأدوية موجهة، إبر. نعم. كورتيزون أو ساعات إبر التخدير، يعني تخدير منطقة. نعم. الألم لتأكد من إصابة، أو في بعض الأحيان استخدام إبر الأوزون، يعني كأدوية علاجية جديدة أيضا في ساحة إبر الأوزون لتقليل الالتهابات والإصابات. طبعا كل هذه يتم وضعها وإعطائها للمريض على حسب حالته وتشخيصه. ممتاز. دكتور، بس أبي أوقف عند النقطة، قلت لي أن سحب العمود الفقري، هل هذا هو تقصد فيه الشكل اللي احنا نشوفه اللي كأنه في جهاز يسحب الإنسان؟ صحيح، هو أجهزة للشد. آمن هذا الدكتور، هذا العلاج آمن؟ طبعا آمن في حال إعطاء للشخص الصحيح. أنا هذه نقطتي دكتور، هذا هو. يعني الشخص اللي يقوم فيه شخص يعني عارف ومتمرس متخصص. وأيضا الحالة المشخصة تكون مناسبة وملائمة له، لأن هناك بعض الحالات اللي يمنع عليه أن يدخل في هذا الجهاز. ممتاز. هي الجهاز يعمل على شد المريض بطريقة صحيحة، يعني بزوايا محددة بطريقة صحيحة، بأوزان محددة وقوة شدة
شد محددة للمريض وعلى عدة جلسات بحيث أنه يستفيد منها المريض. ممتاز دكتور سالم علي الكندي، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.